الحقيقه في خبر ضيع مني، اخدته من ايدي ولا ايه يا محمود؟ مهم بالنسبه لي اهو، الشيخ محمد حسان، وده على فكره خبر ليه مدلولات كتيره جدا، واحنا بنحيي الشيخ محمد حسان على هذا القرار وعلى البيان الذي صدر منه. اصدر اليوم الشيخ محمد حسان بيانا، قال من الان قناة الرحمة التي يملكها الشيخ محمد حسان، من الآن قناة الرحمة ليس لها دخل بالسياسة. ودي خطوة يعني مباركة، إننا ما نخلطش الدين بالسياسة، وإننا فعلا إذا كان هناك قناة دينية فالقناة الدينية تحدثنا عن شرع الله وتحدثنا عن ديننا الحنيف. خطوة يعني مهمة جدا من فضيلة الشيخ حسان. وإليكم نص البيان بيقول: لعنة الله على السياسة التي تجعل بعض الساسة يتراقصون على دماء أبنائنا أيا كانوا، الدماء لها حرمة. أعتذر للشيخ محمد حسين يعقوب عن بث خبر كاذب عنه في القناة، وألزمت القائمين على القناة بإلغاء كل برامج السياسة بسبب بث أخبار دون التحقق منها. فقناة الرحمة قناة دينية، ومن يريد السياسة يوجد قنوات أخرى تتكلم في السياسة. فقررت قناة الرحمة أن ترجع إلى أصلها قناة دعوة، وملناش دعوة بالسياسة على لسان الشيخ حسان. الإسلام بريء من أخطائي وأخطاء كل المنتسبين له، وأكبر من الأشخاص، والكل إلى تراب، والحق أدخن من أي شخص، وأدخن من محمد حسان ومن غيره. ويمضي الشيخ حسان قائلا: لا تأخذ أي تصريح إلا من على لساني أنا، لا صفحة رسمية ولا تويتر ولا فيسبوك، لساني هو صفحتي الرسمية، لا أخويا ولا ابني ولا غيرهم. وأخيرا يقول الشيخ محمد حسان: أحذر المجلس العسكري من تأخير الانتخابات وتسليم السلطة ولو ليوم واحد. أنا شايفة أن الخبر ده ليه تداعيات كتيرة جدا، بس قبل ما حضرتك تتكلم هننتقل لخبر مهم عشان الوقت ما يفوتناش. الخبر بيقول، وده في اليوم السابع في الصفحة الأولى: الداخلية أو الأمن الوطني يستعين بضباط أمن الدولة السابقين. طبعا كلنا هنقول يا ساتر يا رب هيستعينوا فيهم، إيه تاني ما صدقنا إن هم. الأمن الوطني يستعين بضباط أمن الدولة السابقين لرصد تحركات تنظيم القاعدة في مصر. الضباط بدأوا العمل بالاستعانة بالأرشيف الإلكتروني الأمني لمطابقة صور العناصر التي دخلت البلاد مع صور العناصر التي ظهرت في أحداث العباسية. أكدت مصادر أن جهاز الأمن الوطني بدأ الاستعانة بعدد من ضباط أمن الدولة المنحل والمختصين بمتابعة ملف التيار الديني قبل ثورة 25 يناير لدراسة عناصر الجماعات الدينية المختلفة من المنتمية لتنظيم القاعدة بالتحديد، والتي دخلت البلاد عقب الثورة وظهرت خلال اعتصام العباسية، خاصة وأن كاميرات المراقبة التقطت صورا لعدد من الملثمين. طب هيعرفوهم إزاي؟ يعني خدوا صور ملثمين هيعرفوهم ازاي؟ ممن تثور شكوك في كونهم ينتمون الى مصر. وبعد ان رصد الجهاز عدد كبير من العناصر المنتميه لجماعات لها علاقه وثيقه بتنظيم القاعده في باكستان وافغانستان واليمن وفلسطين، كده ممكن يعني ناس كان لها علاقات بباكستان وافغانستان واليمن وفلسطين، دخلت البلاد عبر الانفاق من غزه وقوابل التهريب القادمه من السودان وليبيا، واندمجت مع الخلايا النائمه في مصر وبثت في شرايينها النشاط من جديد، ومارست عملها في سيناء بالتنسيق مع جماعه جند الله الفلسطينيه، ثم دفعت بعدد كبير من عناصرها إلى القاهرة وظهرت في اعتصام العباسية ملثمون. أنا عايز نبتدي الأول بالشيخ حسان. لا أنا لا عايز تعليق على الخبر التاني. أنا بسمع دلوقتي حسني مبارك بيتكلم. اتفضل. نفس الكلام. لا بس هو أنا هقول بس خليني أقول الملثم ملثم ليه؟ ما أنا أقول إلا إذا كان مجرم. لا معلش. ولا مش عايز حد يعرفه. لا معلش. ولا هربان. ولا هيقتل ومش عايز حد يشوفه. إحنا قدام كلام محدد. أيوه.
هو نفسه، أنا هجيب لحضرتك هذا الكلام نصا في جرائد حسني مبارك، بس المسألة إن إحنا هنستبعد التنظيمات المرضي عنها الآن، يعني الزمن اتغير، فهنحط تنظيم القاعدة عشان نخوف الناس، وأستعين بأمن الدولة، وأمن الدولة أصلا موجود، ما حدش قال إنه مشي، بأقسامه بأشكاله، هي نوع من أنواع زي ما قلت لحضرتك إعادة إنتاج النظام الجديد. هذه العبارات عامة واتكررت كتير، وانا هجيبها لحضرتك في 100 مذكره معلومات قبل كده بالنص. اللقاء القادم ان شاء الله او في اي جلسه قريبه تجمعني بيك هجيب. بس كان في ملثمين ماسكين اعلام يا فندم القاعده، ده موضوع تاني، اعلام القاعده ده موضوع تاني، ما عملوا الحركه دي برضو مع الاخوان لما الملثمين في الجامعه وبتاع. احنا عايزين نتكلم على قضيه اساسيه، هو بيديني هنا معلومات بيقول ان في اعضاء واتصالات وخلايا دخلت وخلايا خرجت. كل الكلام ده حضرتك اونطه، يعني ايه كلام بيتكتب لتبرير افعال قادمه ولتخويف الناس من واقع معين. امال مين اللي احنا شفناهم ملثمين ماسكين اعلام القاعده يا فندم؟ طب شايلين اعلام القاعده ليه؟ ما تخلينا وبيهتفوا بن لادن. لا انا اقول لحضرتك، لا ما حدش هتف بن لادن ثانيه واحده. يا اوباما ايه يا اوباما ايه يا فندم؟ صور صور يا اوباما. انا بس عايز إيه؟ اشعر في اسامه ايه، كلنا هنا أسامة طالعين ماسكين علم القاعدة، وصور صور يا أوباما حضرتك، كلنا بس هنا أسامة، يبقوا قاعدة. خلينا نتكلم يا دكتورة، خلينا نتكلم كلام المعلومات. من السيد الأستاذ مختار أنا مش عارف أخلص يعني كلام المعلومات. الخلايا الخاصة بالسلفية الجهادية والخاصة بالقاعدة دي خلايا سرية، لا يمكن تطلع تهتف كده. خلايا سريه؟ خلايا سريه. أي. لا يمكن تطلع بالمنظر. كانت موجوده يعني. لا يا فندم. يعني خلايا سريه؟ لا لا استنى بس. سريه يا فندم يا استاذي فهمنا الله يكرمك، طبيعه فكرها التنظيم السري. احنا عايزين نفهم ولا نتخدع تاني؟ يعني زي ما قاعد حسني مبارك. موجوده يا فندم، موجوده في العالم كله. موجود. انت بتكلمني موجود. بتكلمني على حاجه فكر موجود, موجود في العالم كله، وهو اللي بيقاوم الان في افغانستان. انا ماليش دعوه بدي، انما ليا دعوه انك تستورد دي عشان تخوف بيها الشعب المصري وتضحك عليه، واحنا هنردد من وراء. لا مش هنردد، ما عدناش. قعد 30 سنه حسني مبارك يقول لنا تنظيم الاخوان ضد الماده 86، وبعدين المحكمه العسكريه حكمت ببراءه الماده 86 من كل التهم المنسوبه. يا فندم احنا مش عايزين نكون ادوات تاني. الكلام اللي بيقول حضرتك بتقول ان هنا بيتم صناعه فزاعه جديده؟ طبعا فزاعه، وتمهيد لاجراءات جديده، وتمهيد لخطوات جديده. ايه علاقه اللي حصل في العباسيه؟ سيادتك صورتي قاتل. خلينا نبسط المسائل يا اخوانا، ارجوكم عشان ما يضحكش علينا تاني زي ما اتضحك اولاني، والناس راحت قالت نعم، وحتى المتدينين الان بيتبرأوا. انا حضرتك شفت صوره القاتل هنا، القاتل ده تنظيم قاعده؟ ده واحد. واحد، شفتي واحد، الله يفتح لكن عليك. انا شفت تنظيم قاعده ما قتلش. خليكي انا معاي. شفت تنظيم قاعده ماسك علم القاعده وملثم. كويس قوي. موجودين. تنظيم قاعده اتقتل بيه من قتله. ما احنا ده بس خليك توقف البط. لا ما اصل احنا كده. مين اللي قتل؟ يا سيدي اللي قتل هو اللي قتل ال 20 وال 100 وال 500 رصاص الجيش. هو حضرتك شفت جيش حقيقه الجيش يا فندم؟ هو في يا منطق. هو حضرتك شفت ضابط ولا مجند حقيقه المجند؟ انت شفت تقرير الصفه التشريحيه؟ يعني حضرتك في ملايكه يا دكتوره، ما فيش جندي اتقتل اصلا. انا بقول لحضرتك اتحداكم لو في جثه عريف تم تشريحها. الراجل حديك شرايين قتل يا دكتور زي ما انت عايز. فرحه والعروسه. انا بس عايز اقول انتم الان تشربون الوهم اللي المطلوب ان الشعب كله يشربه. لا اله الا الله، مراته عروسته يا فندم طلعت كلكم متعلقين. لا لا طيب مين اللي قتله؟ ده موضوع تاني، ده موضوع تحقيق. دي حسنه بسيطه. حاضر يا اخوانا. لا يمكن جيش يقتل ابنه يا فندم. يقتل اكتر كل المصريين. هو بيتكلم على موضوع ازاي؟ انا بقول مات ازاي؟ الجيش الشرطه العسكريه والبوليس قتل المتظاهرين. لا ما بقولش كده يا دكتور. دي واحده، لكن ايضا من الذي قتل هذا العريف؟ لازم نسال. لا اله الا الله يا دكتوره. اللي يموت في احداث لابد ان نسال من الذي قتل. انت الصوره اللي شفتيها شايل المسدس وبيقتل في الناس ليس من المتظاهرين يا سيدي. ما ممكن يخطئ خطا حالتين واجبه يا استاذي. انت بتحقق في ايه؟ انت بتحقق في ايه؟ هل انت معاك تحقيقات الجندي اللي اتقتل؟ يا استاذ سنان انت ما معاكش تحقيقات، انت ما معاكش جثه اتشرحت. انت بتتكلم في العريف ما كانش هو الموضوع. العريف ده دخل على الموضوع دافع الخير يا سيدي. كل لا الوهم لا اللي بيصدر الينا ده. لا انا عاوز اتكلم بعدين. بس هو بيتكلم على نقطه ثانيه. لا انا عاوز اقول الكلام واضح. احنا بنسترجع تقرير حسني مبارك يا فندم. اسمع لتخويف الناس. كل ده وهم. المشكله برضك انا باكد لحضرتك ان كل ده وهم، وهجيب لك مركز زاني.
تسمحي لي عشان الناس ما تدعيش عليا خلاص. بس احنا علينا شافتهم وهم شايلين العالم. لم تشاهدي لم تشاهدي تنظيم قاعده يا استاذه. شفت يا اولاد منسمين ده موضوع ثاني. ماسكين اعلام القاعده. انا وكدت انهم ممكن يكونوا من الجيش. انا شفتهم بس يا اوباما كلنا اسامه يا فندم. ما فيش الكلام بالطريقه دي. لازم اوضح الحقيقه يا سعاده. انا شفت الجيش وهو بيدخل في المظاهرات قبلها. بس عايز انتوا جايين النهارده عايزين نلبس بس الناس العمم زي زمان. لا زي ام حسن مبارك. لا واحده بس الجيش. معلش دي نقطه خطيره. الجيش وماشيين مع الظواهر ازاي؟ مين دول المنسمين اللي بالاعلام ماشيين مع الظواهر؟ ممكن يمشي يمشي ورا الجيش. هيمشي مع الظواهر. الظواهر انسحب. حضرتك بتقول لي دول جيش متنكر. يا فندم يا فندم بعد اذنك بصي يا حضرتك احنا عايزين نقول كلام متسق وعادل وصالح البلد. في خلايا ولا مفيش خلايا؟ هكمل هكمل كل اللي يقوله الاستاذ مختار نوح حول سوء الاداء والتورط في الخط والتقتيل مجلس عسكري وغيره ماشي ويتحقق فيه ولا يسقط بالتقادم. صحيح. مش هيتحقق. نبرا ما انا بقول لك ولا يسقط بالتقادم. انا مش قابل اقول ان شايف فوق قاتل وما يتحاسبش. مش قابل. طب خلاص خلينا دي رقم واحد. بقى كمل الكلام ده الخلايا والكلام دي نبره واحد. كلام الانشا ده لا لا دي نبره واحد. واخد بالك ان دي مساله تسقط بالتقادم. اي قاتل لابد ان يعاقب يعني دي جرائم ضد الانسانيه وضد بشر واي تعذيب كله صح. لكن من الناحيه الثانيه في ظواهر انا مش عاوز اغفلها او اتجاهلها بمنطق ان ده خلاص ومفيش حساب. لا في حساب. لو في تحريض على القاتل مفيش حساب. اكمل يا فندم بس حضرتك بتقول مفيش حساب. ما اكملش كده. اكمل بس لو في تحريض على القاتل في ناس من ابو الاشبال يطلع يوضح اذا كان الانفعال ولا ايه حقيقته. إذا في أعلام سودة وفي تنظيمات جهادية وفي كلام عن سلاح هذا كلام لابد من الاستنساق منه والتأكيد عليه. لو هم يقولوا إن إحنا أبداً إن إحنا عملنا مراجعات فقهية ونحن نريد الاندماج في المجتمع يا أهلاً وسهلاً ومن فوق راسنا من فوق. لو في حد بيحذر على قتل مصريين والتحريض على قتلهم يعني أرجو أن يكون واضح لدينا من أي جهة كانت. الدم المصري حرام. القتل لا يسقط. بس اي حد دكتور ولا اي حد كلها فيها خلاف. انا ما بدافعش. انت بتكلمني مش على ده خلاف عليك. انت بتدافع بشكل كامل. انا بدافع عن ايه؟ انت بتدافع عن في قاعده. لا حضرتك بتدافع عن يا استاذ مختار. حضرتك بتدافع 100% ان هناك تيار مظلوم و100% ان في تيار مجرم. لا طبعا في هنا مجرمين وهنا في لا 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 ثانيه واحده بقى. زي ما في مجرمين يا استاذ مش هينفع كده. بصوا بس انا مش مفهوم واحد في حاجات احنا لازم نصدق انها موجوده سواء كتبوها او ما كتبوهاش. مثلا لما حصلت بعد يناير وفتح السجون وتهريب مجموعات فلسطينيه كانت متهمه في موضوع حماس وثبت وفقا لتحقيق عملته البلد وعملته صحيفه المصري اليوم وجابته وقالوا انهم جم وجابوا لهم بتاع معدات قمر صناعي وخربوه بتاع هذه واقعه. فكره انه التنظيمات دي تخلق مواطئ قدم ليها في مصر. مصر مش بعيدة لأنه ليبيا جنبنا فيها التشكيلات من القاعدة وغيره بتتشكل. السودان دكتور لا بتكلم حوالينا موجودة في العالم كله. اليمن قريبة منا جدا. أنا بس عايز أوضح بعد الأستاذ جاد موجودة في مصر وعندنا الأستاذ نبيل نعيم وقال في تنظيم جهاز مفيش مشكلة بس ثانية واحدة بس اتنين ان في حقائق زي ما قلنا حقيقة فتح السجون وتهريب مجموعات حماس عندنا سينا على اتساعها والهجمات اللي بتتم بالار بي جي وغير الار بي جي على قوات الجيش كلها بتتم كذا يعني في النهاية مش مين دول في النهاية موجودين مصر في أيوة في يعني بس نمسك حاجة حاجة محدودة لسه يعني بصرف النظر في تهريب سلاح مصر مش بعيدة عن المشاكل دي مسألة عادية. وبعد في فترة القلق اللي تالت الثورة من الجائز جدا من الواقع وده يبقى قصور في التنظيم حتى لو ما حاولش انه يدخل ناس ويعمل مواطئ أقدام يعني هذه مسألة طبيعية لا فيها بتاع ولا نخاف منها. لكن احنا نرجع اللي كنا بنقول امتى نخاف وما نخافش؟ عندما يكون القضاء نزيه وتحقيقات نزيهة. وهذه مسألة أصبحت من أوجب الواجبات. يعني أنا زي ما قال الأستاذ مختار أنا مش مستعد أشتري الكلام ده من غير ما يبقى عندي جهات تحقق أثق فيه. اتكلم الأستاذ مختار على فكرة أن عندنا مشكلة في القضاء المصري. أيوة عندنا مشكلة في القضاء المصري. عندنا
يعني قضاء فيه قضاء مستقلين لكن المؤسسة نفسها غير مستقلة. أيوة فعلا وضاب التليفون بتاع حصل، مش أنا اللي قلت، قضاة محكمة الاستئناف والهيصة اللي عملوها هم اللي قالوا، يعني أنا بره الموضوع. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة أن مصر قد تكون متعرضة لموجات العنف، طبعا وارد أن عندنا مشكلة، كيف نستطيع أن نقاوم هذا؟ نمرة واحد نحن نعترف أنها مشكلة، اتنين نصر على ان نتتبعها بالطرق القانونية المعتادة، لا نقبل تجاوز من السلطة التنفيذية، ونريد تحقيقات مستقلة حقيقية، ونريد اصلاحا قضائيا شاملا. تلاتة، عندنا ناس قبل ما كانوا بيتكلموا على انه هذا وقت الجهاد وان الثمرة الاسلامية قاربت على النضج وده وقت اختطافها، في تيارات ترى حتى ان الاخوان المسلمين مفرطين وانها هي اكثر من الاخوان. اذا عندنا حقائق لا نستطيع أن ننكرها، ولدينا أدوات، كيف نستطيع أن نمنع ده لو موجود؟ أنا مش هقدر أمنعه بتحريات مباحث. أنا تحريات المباحث على كل حال هو يعرف معكاد النقد بتقول إيه على التحريات. التحريات هي رأي لقائلة، رأي لقائلة، إذا لا ترقى لمرتبة لا الدليل ولا حتى القرين إلا إذا يعني قرنت بدليل. ناس ملسمين ده لوحده مش دليل، لكن قد يكون هذا عرض لمرض. علينا نمرة واحد أن نبدأ في كلام حوالين هيكلة وزارة الداخلية. نريد أن نتكلم عن هيكلة وزارة الداخلية حتى تكون وماله، ما هو أسامة مختار بيتكلم بقالك 50 سنة 30 سنة بيتكلم. عندنا كلام على هيكلة وزارة الداخلية، لابد أنه هيكل وزارة الداخلية. عندنا كلام عن هيكلة القضاء، لابد أن نعيد هيكلة القضاء، لابد أن نضمن استقلاله وحيدته، لابد أن نضمن بعده عن السلطة التنفيذية، لابد أن نجعل عيوننا مفتوحة على الخطر. صحيح. لكن إنكاره بشكل دائم بشكل كامل مش مظبوط، والمبالغة فيه مش مظبوط، لكنه موجود وعندنا ممكن تلقى قرائن بسيطة أنه موجود. بس يعني بس هي إضافة بسيطة وأظن تبقى حاسبة. أنا بعتقد أن في ظاهرة موجودة والأستاذ مختار معترف بذلك، ظاهرة إيه؟ بغض النظر أن في خلايا عنف موجودة في مصر. أنا بقول المشكلة الرئيسية ليست أمنية، المشكلة في عمقها مشكلة سياسية، بمعنى إذا إحنا فكينا الاحتقان السياسي سوف تضمحل بالضرورة الأفكار الداعية إلى العنف، لأنه ما في انفساح للمجال السياسي أمام الجميع، ويطب الدولة ويطب القوى السياسية والمؤسسات الدستورية يعني فيما بعد أقوى من مثل هذه الظواهر وتستطيع أن تحتويها أو تواجهها. فأنا بس بقول بشكل واضح إن إذا ما فشلنا في السياسة وفشلنا في مرحلة الانتقال الثانية ان احنا نرسخ دولة القانون ودولة مدنية حديثة تدمج كل مكونات المجتمع، احنا هنخش في مشكلة وهنوفر البيئة السياسية لظهور العنف. انا ما اقدرش فيها ولا اقول مش موجودة، لا موجودة، وانا وصفتها في مقالي اليوم، قلت انها مقلقة لكنها ليست مزعجة في حدودها الحالية، يعني مش يعني خليك طيب. ده هيبقى النجاح، خلاص الوحدة النجاح في السياسة او الفشل فيها هو الحاجة. وبالتالي انا عاوز بس اعقب هنا، طبعا بتكلم على السياسه، على كلمه الشيخ محمد حسان ان لعن الله السياسه، هنا بالسعير جمله شهيره للامام محمد عبده، لعن السياسه وبالسقطه سياسه ويسوس وكده. الحقيقه السياسه اذا دخلت الدين في اوحاله الله يلعنها فعلا، يعني لان بيسيء لقداس دينه وبيدخل بيستر. لكن السياسه بمعناها الذي يعرفه العالم المتمدن ليست نقبه، انا اختلف هنا مع الامام محمد عبده، نعمه. خلينا كل شيء كل شيء في الدنيا بدءا من قرص الدواء لحد اكبر حاجه كل شيء سياسه، وبالسياسه نستطيع ان نحل مشكله العنف وليس بالامن. طيب اسمح لي انا هعلق يا دكتوره، بس مش عايز مقاطعه. لا ما حدش هيجي، مش عايز مقاطعه عشان الفكره بتبوظ. لا لا حضرتك، انا خلي موضوع الشيخ حسان ده موضوع على جنب، خلينا فاهمين يا دكتوره. انا هقول لحضرتك اللعبه اللي بتمارس الان. اتفضل. استحضار هذه المعلومات في هذا التوقيت، دي معلومات بديهيه ان موجود حركه القاعده موجوده في العالم كله، مش ما يعني ما احنا شفنا عم عملوا ايه. استحضار هذه المعلومات بهذه الطريقة النمطية لأمن الدولة، دي مذكرات المعلومات اللي قعدنا 30 سنة 37 سنة نسمع فيها من أيام السادات حتى الآن، والراجل ده حافظها صم، ويطلع لك العبارات منها من المذكرات القديمة، قيلت على الإخوان وقيلت على الفكر الإسلامي عموما، وكلها اتقال عنها حركات جهادية وتسربت وعن طريق وتسلحت. هذا الكلام الانشاء اللي بيتقال ده بيستحضر في توقيت مطلوب يا أساتذة.
يا دكتورة يا شعب مصر. هذه العبارات العامة والضحك ده على الناس، مش عايز اقول ضحك على الدون لانه ضحك على الدون وغير الدون كمان. ما ينفعش دلوقتي نقول ضحك على الدون. الناس الربيه ده انا والاجرود واللي مش واللي مش رب واللي ما عندهمش دقن خالص. ده ضحك على الشعب، ده ضحك على الشعب باكمله. ان انا في يوم من الايام قتلت لي 500 600 واحد، والدكتوره هالة عرضت مش عارف مين، والاستاذ مين عرض مين، وناس مجرمين واضحين، اسيب كل ده وانقل نظرك الى اصل دخلت شويه اسلحه عن طريق غزه ودخلت يا استاذ عن طريق غزه. في ايه؟ في يعني في انا بقول لحضرتك في استحضار يا فندم في استحضار هذه الاشياء الان مقصود. لا انا هقول لحضرتك في مخدرات. طب ما الدكتور مرسي قال فيه في اي يا فندم. ماليش دعوه بالدكتور مرسي، ماليش دعوه بالدكتور مرسي، انا ليا دعوه في اللي انا بقوله بس. دكتور مرسي مش هخصص كلامي للرد عليه، طبعا ليه ردود كتير على اللي هو بيقوله. لا 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 ليه ردود كتير على دوله، وهو كرئيس حزب الامن من حقي ان انتقده واطالبه واقول له انت بتقول كلام ما بتعملش، اقول له كل حاجه، بس ده موضوع تاني. انما انا بقول لحضرتك انا الان امام جهاز استخباراتي بيستخدم ويجيب لي معلومات عامه علشان يغطي جريمه الامس. لا انا مش حكش اللي انا عايز اقوله، انا مش حكش من هذا الكلام، مش حكش من كلمه اصل في خلايا سلفيه جهاديه. لا 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 انا هقول لك اللي انا شفته بعناية. شفتك يا جيش بتنزل ناس ملكيين باعداد رهيبه قبل احداث العباسيه ب 24 ساعه، ولما نما الى علمك ذلك وحطيتهم خلف الاسلاك، ولما حدثت الاحداث الدكتوره هالة عرضت صوره القاتل وانت مش عايز تقدمه، ورحت تقبض على الدكاتره والاطباء، الاطباء اللي بيعالجوا تقبض عليهم، وبعدين تقدمهم لمحكمه غير مختصه، يعني سيادتك القاتل وسيادتك اللي بتحاكم المقتول. ده الموضوع الاساسي، مش هيلهيني عنه بقى لا بيانات جهاديه ولا غير. انا عارف انا ادرى الناس بالسلفيه، وانا اللي اترفعت بكل القضايا الدينيه، وانا اللي سمع لك تاريخ نبيل نعيم حبيبي لان انا المحامي الوحيد له في حياته كلها، وعارف كل حاجه، وعارف تاريخ الحركه الارهابيه في مصر، وبعدين ازاي اعتدلت وعملت مراجعات، بل اعرف اسماء اللي مضوا على المراجعات واللي رفضوا يمضوا، واعرف طريقه خروج كل واحد، بس مش دي قضيتي. استحضر هذه الاشياء الان اقول له لا معلش العب غيرها. عايز دلوقتي تستحضر وتنزل لي بيان، نزل لي بيان قول لي الجدع اللي عرضناه هنا في الصوره اتقبض عليه ولا لا، التعذيب اللي عندك في الشرطه العسكريه تم التحقيق فيه ولا لا، غير كده ما تكلمنيش علشان انا مش ساذج. انا قعدت 30 سنه في عصر حسني مبارك اقول له انت مجرم انت مجرم انت مجرم، بعد كده الناس اكتشفت انه مجرم، مش انا كشخص، انا كشعب، انا كشعب وانا كنخبه. كنا حضرتك يعني نقابه المحامين قادت الجهاد في مصر في يوم من الايام، وعملت اول مظاهره ضد مبارك في سنه 94. سيبك من انها دلوقتي نامت او ماتت، ده موضوع تاني، انما كنا في يوم من الايام صناع تاريخ. طيب حضرتك بتنفي تماما النهارده؟ مش بنفي، لا ما بنفيش، انا بقول موجود بس استحضاره النهارده لإلهاء العيون. موجود واستحضاره لإلهاء العيون. قد يكون وقد يكون ايضا لان هم ليهم ايديهم ابتدت تشتغل، بقى عندهم بيقول لك عندهم ارقام حركيه، اسامي حركيه وارقام اعضاء تنظيم القاعده والحركات الجهاديه والتكفيريه المصريه والاجانب، بيقولوا في اجانب كمان دخلوا، واماكن تحركاتهم واتصالاتهم عشان يطبقوها مع الصور. بس بلاش مطابقتها بالملثمين دي لانها تدل ان مفيش يعني لا ما بكش شويه يعني ما ينفعش لما بلاش يطابق ويجيب لنا اللي كان واضح عند حضرتك بس انا ايوه والنبي دي واحده في بقى النهارده كان في بيعملوا احاديث لبعض الساده النواب، نائب من النواب قال واحنا اللي عملنا ودبرنا اغتيال حسني مبارك في اديس ابابا وكنا بنعمل يعني بيقولها مين قال كده؟ مين قال كده؟ النهارده في حديث في التلفزيون على قناه مجلس الشعب كان في نائب بيقولها في المجلس كمان؟ لا بيقولها في الحديث في الحوار حتى الاخ المذيع قال له ما ينفعش تقول الكلام ده يعني ده ما الكلام ما يتقالش فانا قصدي لما يكون النهارده في نائب في مجلس الشعب بيقول واحنا دبرنا اغتيال مبارك طبعا احنا هو ضد مش في مثلا يقول لك مش في يقول لك الا الحماقه اعيت من يداويها ده راجل احمق لا انا قصدي ان فكره الاغتيالات ابتدت الناس تتكلم عليها وتطرحها على انها شيء تفخر بيه ده شيء خطر جدا لا انا عاوز اقول بس تعليقا على كلام مش عاجباك اي حاجه اقولها انا لا الا الحماقه انا احمق عاوز اقول ملاحظه في المنهج في الخلاف بيني وبين الاستاذ مختار نوح طبعا كل ما يقوله
بخصوص التعذيب والانتهاكات او حتى ان تكون هناك اسبابا للمبالغه في موضوع او استحضار الدوله او عباراته، انا موافق معه. لكن هذا لا ينفي ان هناك خطر رايناه باعيننا، نخشى في ظل الاحتقان السياسي ان يفلت وتخسر الثوره المصريه سلميتها وترفع رايات سوداء. في رايات سوداء، في رايات سوداء. هذه الرايات وراءها جماعات ومجموعات تتخطى ظاهره الشيخ حازم الحقيقه تحته منظمين. تحته لا وبالتالي وبالتالي تتخطى الحقيقات، عشان ما بقولش انه هو السبب ولا ابو الاشبال. في ظاهره موجوده وفي افكار وفي جماعات قطبيه وفي جماعات جهاديه سلفيه ممكن يبقى عندها سلاح، ممكن ما يبقاش عندها سلاح. الفكره في حد ذاتها هي اللي عاوزه نقاش حقيقي. انا قدامي حاجه باتنين الحقيقه، لازم اخدها بجديه حقيقيه هذا الكلام، بغض النظر عن النواب العسكري قعد ولا ما قعدش، لانه هيواجهنا هذا الكلام بعد 30 يونيو اذا نقلت السلطه. اذا نقلت هيواجهنا هذا الموقف. انا بقول بصراحه احنا قدامنا والظاهره الاسلاميه كلها قدامها حاجه باتنين، لا اما ندخل الى احتقان سياسي في طبيعة الدولة وفي الدستور وصدام بين الرئاسة والبرلمان، وبعدين نجد أنفسنا إلى مواجهات سياسية واغتيالات ودم، وأنا شايف رائحة دم في المكان ما أقدرش فيها. وبالتالي أنا أقلق من الزوار دي، يعني أقلق. ما نزعجش لأنها ليست مزعجة في حدودها الحالية، لأن السياسة لا زالت والتوافق الوطني حتى لو ضئيل لا زال ممكنا في مسائل الدستور وفي مسائل توفر بيئة سياسية حاضنة للجميع وتدمجهم. يعني انت هتقول ان هم ناس ممكن يعملوا مراجعات ويندمجوا كما اندمج غيرهم في مجتمع دوله لا بوليسيه ولا امنيه، دوله ديمقراطيه حديثه ودوله قانون، يبقى ده امل ونسعى اليه. وانا بتصور ان هذا هو مستقبل التيار الاسلامي، لان الحقيقه احنا شفنا الشيخ اتكلم والشيخ القرضاوي اتكلم، وشفنا السلفيين عندهم مرارات شديده بالاخوان، مرارات اكثر مما نتصور. ويعني والاخوان داخلين في استعلاء، داخلين فيش خلاف، المشهد وحش حتى بالنسبه بس استنى هكمل يعني. صوره وسمعه التيار الاسلامي، ايه المستقبل؟ ان احنا ندي فسحه من الديمقراطيه اوسع، تطور طبيعي، يبقى يحصل تجديد في الفكر الديني واستعاده مشروع الامام محمد عبد الله. هذا املي، هذا املي يعني الحقيقه في المستقبل. وبالتالي الكلام عن الاعتقالات والمحكمات العسكريه والتعذيب، انا هيفاقم ظاهره العنف والتقرير الأمني بهذا الطريق هيفاقم ظاهرة العنف، لكن الحل السياسي الوطني الواسع والحفاظ على السلمية هيفسح مجال البلد انها توئد منظمات العنف وتجبرها على الاندماج الطبيعي السلمي في المجتمع. لا يمكن منظمات عنف اذا قايمة على العنف تدخل لتدخل حماية سياسية، هذه مسألة لن صعبة. لن تترك العملية السياسية، لا يمكن تدخل العملية السياسية، تدخل العملية السياسية. طبعا إذا كانت المنظمة قائمة، لا أنا عايز أقول لك في مراجعات، لا ده في مراجعات. لكن إذا طلع النهاردة حد في قناة تلفزيونية يقول أنا رتبت إلى جريمة وأنا شاركت في جريمة، لا يمكن شارك في العمل الإنساني، هذا التشجيع واضح العنف. اللي أنا عايز أقول لك عليه، لا يوجد حد إذا لم يراجع أفكاره. يعني مشكلة الجماعة الإسلامية حصل إيه؟ حصل إن عملت مراجعات فكرية منشورة. الذين شاركوا في المراجعات هم اللي عملوا البناء والتنمية، هم اللي عملوا المراجعات، هم اللي عملوا الكتب وخلاص كويس. ده ناس خلاص راجل راجع فكره. لكن الذي يفاخر بما فعله من العنف وفعله بقتل أيا كان الضحية، حتى لو كان الرئيس السابق حسني مبارك، هذه مسألة لا يمكن أن تترك. وبالتالي بقى على التيار الإسلامي نفسه أن يقوم بكشف وحصار هؤلاء. وإذا وأنا نفسي إنه يطلع ناس من البناء والتنمية يقولوا، أنا ما أعرفش إيه طبعًا الكلام ده، إذا قالوا فعلًا هذا الرجل ليس منا، هم اللي يتقدموا بطلب حسابه. مين اللي قالوا هذا؟ أنا قلت عليه إن هم البناء والتنمية يطلعوا يكذبوا هذا، يطلعوا يحاربوا هذا. أنا إمتى؟ أنا عايز بس سؤال يعني. أنا بتكلم عن المراجعة. استني بدل الدكتور. لا أسأله. أسأله بعد الفاصل. بعد قاعدة عايزة رئيس مصر القادم من يكون؟ وبالمناسبه احنا بنتكلم في مثل سياسي ادبي معروف بيقول الشعوب تستحق حكامها. طبعا
يعني ولكل شعب حاكم يستحق. فربنا يستر وهنشوف بقى الشعوب تستحق حتى لا يعاقبنا بحاكم فاشل. يعني انا بس قال لك اهو الشعوب تستحق حكامها. اللي سكتنا 30 سنه استاهلنا. ايوه والله. فدلوقتي احنا داخلين على مرحله جديده. اتفضل يا فندم. يعني الحقيقه انا عاوز انظر الى الظواهر الموجودة حاليا زوار. ومنها الظواهر الموجودة حاليا في إطار سياسي أوسع. أنا شايف في احتقان سياسي قدامي رئيس سوف ينتخب بلا دستور، في مشكلة في الإعلان الدستوري المكمل، في طعون على انتخابات الرئاسة قبل أن تبدأ وقبل أن يعرف من هو الرئيس، وده كله هنعكس على المستقبل عند نقل السلطة، وعندي مشكلة مع المجلس العسكري وعلاقته بالرئيس والبرلمان وعلاقته بالرئيس، وإذا كان البرلمان هستمر ولا لا، حجم المشاكل هائل جدا. إذا إحنا دخلنا إلى مرحلة انتقالية جديدة بهذه الأوضاع ولم تتمكن القوى السياسية الرئيسية في التوافق على حد الأدى من القواعد، فنحن داخلون إلى فوضى ونحن داخلون إلى عنف. وبالتالي الظواهر التي أجدها أمامي وأرى أنها مقلقة ولكنها ليست فادحة أو مزعجة جدا قد تتفاقم في المستقبل. إمتى أطلب؟ أنا بنطلب كلنا من التيارات الإسلامية الوسطية وشيوخ السلف وكتير أن هم يدينوا النزعة العنفية، يدينوها ويبقى في موقف واضح، ونطلب من الدولة تأخذ موقف في هذه المسألة وبشكل حقيقي مش تلفيقي، وقدام محاكم طبيعية لما حد يحرض. ويعني احنا محتاجين حاجات كتير جدا، لكن للأسف هي مش متوفرة ومفيش دولة قانون ومفيش شكوك كتير في حاجات كتير قوي. طبعا. فإذا أنت بتنتقل معك مشاكلك إلى المستقبل، وهذه المشاكل كلها برجع أقول مشاكل يمكن حلها بالسياسة وليس بالأمن. بالسياسة يعني إيه؟ الأمن موجود ولا بده يكون موجود طبعا في أي عصر وبعدين يعني، لكن الأمن في النهاية بيتحرك تحت غطاء سياسي يضع قواعد مقبولة من المجتمع يحاصر ظواهر العنف. أنا ما بقولش يا أستاذ نجاد إن ظواهر العنف بتروح لوحدها، لكن عندما يحاصرها مجتمعها افضل واقوى مليون مره صحيح. عندما يحصرها امنها في فرق كبير جدا. وكان مشكله النظام السابق ان الامن كان بديل عن السياسه. احنا نتمنى ان يبقى في سياسه ونتمنى ترجع دوله فيها امن طبعا بعدين، بس الامن خاضع للسياسه وخاضع للقواعد وخاضع لدوله من نوع مختلف. هذا هو الحل الحقيقي لمشاكل العنف والجهل. وبالتالي انا بتصور ان المشكله الكبرى ان احنا رايحين الى ما بعد الانتخابات الرئاسيه، وممكن ندخل اذا لم يحدث لحد الادنى من التوافق، وانا عارف انه صعب جدا وفي مشاكل لا نهايه لها، لكن احنا هنروح فورا الى يعني انقلابين، احد انقلابين سوف يحدث. اما ان ياتي رئيس الجمهوريه هو رجل لا يريد ان يكون دميه لا في ايد العسكري ولا في ايد البرلمان، لكن ليس هناك دستور وليس والاعلان الدستوري مكمل يبقى فيه كلام، يستطيع بشرعيه انتخابه ان يقوم بانقلاب دستوري يحل البرلمان لانه غالبا ونمره اثنين يعيد دستور 71 بكل قوته. وده يبقى عملت ايه؟ يبقى عندي مشكله كبيره وهو يبقى ليه عذره، لان كل الاطراف سوف تتعامل معاه باستهانه. وعاوز اقول في تاريخ مصر عمر ما كان في حاكم ضعيف حتى لو كانت قدراته اقل، يعني اللي واقف جاب مصطفى النحاس تصوره قشة بهي الدين بركات وبقى زعيم تاريخي وبقى ليه قوة أكثر من سعد زغلول. إخواننا في جماعة مايو جابوا أنور السادات قشة مثلا زكريا محي الدين فأطاحها بالجميع. فيش رئيس ضعيف، صورة الرئيس هي قوية في مصر، وبالتالي إذا لم نقننها دستوريا ألا يكون فرعونا لكن لا أتعامل معاه أنه دمية سوف ندفع ثمنا بالغا. وأنا أحب أقول دلوقتي الإخوان هيدفعوا ثمن بارز إن هم ما عملوش دستور وضيعوا وقت طويل جدا ومش عاوزين إعلان دستوري مكمل، وبيصوروا إن الرئيس لو ما جاش منهم هيبقى طرطور. مش هيبقى طرطور، أنا أحب أقول له مش هيبقى طرطور. ودي تقاليد الرئاسه في مصر، حتى لو بدا في ايامه الاولى والشهور الاولى كل الدنيا مكركبه فوق راسه، ما ان يستقر على كرسي، واذا قام بتفاهم ما مع المجلس العسكري وكلهم عاوزين يصلوا، بس ايه درجه التفاهم؟ كلهم اي حد عاقل عارف انه لازم عاوز سلطه الدوله معاه وسلطه الامن وسلطه الجيش، اذا وصل فان الانقلاب الدستوري سوف يحدث. افرض ما حصلش في اطار الفوضى والعنف فانه الانقلاب العسكري او نزول سلاح الجيش. لهذا انا بتمنى وارجو من يعني كل القوى الاسلاميه بالذات اللي عامله الحقيقه ادائها مربك وفاشل وسيء جدا، اتمنى حتى لا تكون نكسه على الجميع
ان الحد الادنى من التوافق على القواعد الدستوريه والقانونيه وطبيعه الدوله هذا هو الذي سوف يجعلهم شركاء في السلطه. عاوزهم يفكروا في حاجه مهمه جدا، ظاهره عمر سليمان ازعجتهم جدا. انت حصلت على 70% في انتخابات حره ونزيهه، والناس قالوا نجيب الناس بتاعت ربنا عشان دي في فساد كبير. مش معقول بعد 3 اشهر ان في قطاع كبير ملموس في الراي العام كان عاوز يجيب ابو المخبرين عشان يجيبوا بتوع يحطوا بتوع ربنا تاني في السجن. لازم يفكروا في دلالات اي مكان حاجه صغيره، دلالات مجاره، كيف خسروا الشارع، كيف ازعجوه. المشهد اللي شفناه الشيخ قرضاوي والشيخ كذا والسلفيين والشيخ حسان والاخوان، مشهد مزري الحقيقه لتيار حصل 70% في الانتخابات، مشهد مزري يعني ومحزن ان هما في وائحا استبدت بين الاخوان والسلفيين، والسلفيين شايفين، انا سمعت ناس كتير منهم يعني او نقلا عنهم انه بيتكلموا عن مرارات من استعلاء الاخوان عليهم يعني. فاحنا دخلنا الى مشهد الحقيقه مزعج اكتر من العنف، هو اللي هيفتح مجال العنف. انا عايز اقول دلوقتي انت بتطلب من دول يقولوا ما تعملوش عنف، ده هم دول بيوفروا الاسباب الموضوعيه للشباب الصغير الغاضب ان يذهب للعنف، لانك انت بتيأسوا من السياسه والرسائل السلبيه اللي هي كانت اعظم حاجه في ثوره يناير. انا ما اتمناه يعني، وهنا هندخل في الامنيات وللاسف الوقائع اكبر، ان جميع الاطراف تتعقل انه لانه اذا لم يتم الحد الادنى من التوافق الوطني الدستوري، موضوع رئيسي الدستور بدون هروب. انا ما يهمنيش مين رئيس الجمهوريه الجاي، ممكن نشيله بعد كده، لكن لو في قواعد ديمقراطيه صلبه واتفاق اذا جرت انتخابات بنزاهه نقدر نشيل الرئيس اللي انتخب. لكن لو انت رايح الى فوضى انا باظن ان احنا سوف ندخل الى الكوارث بالنهايه. انا اسف الكلام ده يبدو مزعج اكتر من العنف، لكننا اذا لم نتيقظ يعني والناس ترتقي شويه في فهمها اكتر من الاحزاب، تفكر في البلد، مستقبل البلد، في القواعد الدستوريه الديمقراطيه. انا مش عارف اذا كان في وقت لعمل دستور ولا ما في الحقيقه اذا كان في وقت لعمل دستور. لا طبعا مفيش طبعا، فانتهت فكره الدستور. هو كان في لكن التعقل عنه نعمله سوا بعدين عدل يعني يبقى في ترتيب مؤقت او دستور مؤقت الى حين انتخاب الرئيس وبعدها يعملوا دستور من اول وجديد. اهم حاجه يا دكتور عندنا ان الذين اخطاوا عليهم ان يعتذروا او يقولوا على الاقل احنا اخطانا. ايوه لازم اللي انا بطلبه يعني الأستاذنا بينبه إلى مستقبل إما مبشر أو مهلكة، بس إحنا عايزين نقول إن اللي أخطأوا وتسببوا فيه يتحملوا المسؤولية التاريخية ويقولوا إحنا أخطأنا، زي الإخوة الإعلاميين الوجهاء جدا اللي بجلس معاهم مثلا فيقولوا أنا قلت نعم وأنا نادم على ذلك، أنا بعتذر. منهم الأستاذ اللي استقال من وسام ده كان في قبل ما ابدا البرنامج، فبقول له يجب على الذين قالوا نعم واوهموا الناس بان هذه هي طوق النجاه ان يعتذروا، فقال لي وانا اول واحد بعتذر، اول واحد اشوفه بيعتذر في مصر. لا الحقيقه اعتذر بيعتذر قبل ما في كتير اعتذر. انا عايز بقى لا مش حكايه نعم، انا بقول ثقافه الاعتذار. مش بس نعم خلينا نبتديها بيه حسن ومواجهه الدستور اولا والتعصب للفكره والاستحواذ يعني وبعدين اعاده انتاج الخطا. يعني انا دلوقتي عندي حكم قضائي بيقول كذا 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 بشان اللجنه التنسيقيه، او ما اعملها ايه؟ اقسمها. هو مش مشكله العدد يا سيدي، انا ما كنتش مختلف على عدد الاخوان ولا عدد السلفيين، بالعكس ده انا بقول لحضرتك السلفيون الان يتطورون باجاده، بنحضر معاهم دروس علميه وبيبتدوا يستوعبوا الراي الاخر، في تطور، التجربه ادتهم اثراء. انا متفائل من حيث التكوين الشعبي او التكوين الاسلامي بيتطور جيد جدا وبيظهر الان كفاءات، بس انا خايف من مرحله غياب ثقافة الاعتذار. انت من حقك انك تخطئ، حقك انك تضلل لانك كنت ضللت، فتتبع ناقل الكفر ليس بكافر. قول كده، اقف قدام الناس وقول والله انا غلطت وانا بعتذر عن كذا، لكن ان تكرر وتعيد انتاج هذه الاخطاء دي بتخوفنا. ولذلك انا بقول لحضرتك انت يا راجل عندك تصور المستقبل جيد، واستاذنا حبيبي نجاد برضو عنده تصور المستقبل جيد، أنا ما عنديش تصور المستقبل جيد، عندي تصور خطير جدا، أن الذين أنتجوا عصر مبارك مرة أخرى بنفس أسلوبه ومذكرة معلوماته وأفكاره وطريقة تطبيقه وتعذيبه لا يمكن أن يسمحوا لهذا البلد بالحرية إلا بثورة حقيقية مرة أخرى.
الحقيقه معانا منشي بسرعه قول لنا المشاهدين. ويا استاذ صلاح عوض ان شاء الله هنتصل بيك بكره لان ما فيش فرصه، انتوا بتبعتوا لي دايما في اخر البرنامج آخر لحظة. اللي عايز اتصال يبعت لي بدري شويه. اتفضل يا منشي ومحمود بسرعه. مساء الخير يا دكتور. ايوه مصر الامل بيقول الوضع مخيف والاطماع كثيره وداخليا اكثر من خارجيا، اتقوا الله في مصر يا ابناء مصر. أيوة. حموده شريف بيقول لو دكتور مرسي نجح في الانتخابات هيبقى الحرس بتاعه الحرس الجمهوري ولا ميليشيات من الاخوان؟ أيوة. ومين اللي هيحرس قصور الرئاسه؟ ايوه حنان مشالي بتقول البلد الوحيده اللي فيها المجرم معروف بالصوت والصوره والدليل بس ما نقدرش نجيبه عشان قلبنا طيب. سهام صلاح بتقول هل الدعوه السلفيه تبرأت من الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ ايوه ابو يونس بيقول والله احيانا بشوف حاجات بيصعب عليا الاعلام والاعلاميين لانهم برضو ما لهمش دعوه، لانهم بيعرضوا الاحداث زي ما هي موجوده ومعلنه، وبعد كده لما يبان العكس بيجوا عليهم هم وينسوا يدوروا على مين صاحب البدايه او مين صاحب المصلحه. كل الناس اتكلمت في كل مكان عن كريم بسكوته، وحضرتك برضو يا دكتور اتكلمت عن كريم بسكوته، بس لما تسمعي بقى اهالي العباسيه في عزاء احدهم وكريم بسكوته وهم بيدينوا حضرتك بالذات مع العلم ان حضرتك عرضت المصروح وما جبتش جديد، ربنا يحميك يا دكتور. عشان انا طلعت صورته وهو بيقتل. اسمه كريم بسكوته؟ انا مالي؟ ده مش بسكوته خالص. ايوه هو حاطط صورته على الانترنت، ما تحطوا الصور اللي مع السيوف يا جماعه، فين الصور؟ بسرعه حطوا صور اللي على السيوف. طيب مانشي انا اسفه هقطعك لانه في خبر مهم لازم تقولوا لي بسرعه في الدقائق الاخيره تعليقكم على هذا الخبر. العليا للرئاسه تعلق اجراءات الانتخابات بعد تطاول البرلمان. بعدين قررت تطاول البرلمان. قررت اللجنه ده في اليوم السابع اخبار عاجله، قررت اللجنه العليا لانتخابات رئاسه الجمهوريه برئاسه المستشار فاروق سلطان بشكل مفاجئ وقف جميع اعمالها والاجراءات الخاصه بالاستعدادات للعمليه الانتخابيه المقرره في 23 و24 مايو الجاري، وذلك بسبب التطاول عليها من بعض القوى السياسيه والبرلمان. وفي نص البيان بيان من لجنة الانتخابات الرئاسية، تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية عن بالغ استيائها مما ورد لها أثناء مزاولتها لعملها نحو استكمال إجراءاتها توصلا إلى إتمام انتخابات رئاسة الجمهورية على نحو يرضي الله ويحفظ صالح الوطن ويعبر تعبيرا دقيقا عن إرادة هذا الشعب العظيم. من أنباء تفيد أنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية تطاول عليها البعض وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر توحي بعدم الثقة في اللجنة ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية. وإذا كانت اللجنة قد تسامحت كثيرا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية ممن يزعمون أنهم أديروا من قرارات أصدرتها اللجنة وهي قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقا لأحكام القانون، فإنه ليس بمساغ من بعد قبول ما قاله بعض من نواب الشعب في المجلس النيابي في هذا الخصوص وفي هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة والتعريض أثناء المناقشات بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية. نسينا أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلى دور وما طلبوا الإشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن الذي عبرت عنه إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين في 19 من مارس 2011. وبقيت البيان بس ده مش من حقهم بناء عليه. ايه بقى؟ اقرار تعلن اللجنه تعلن اللجنه انها قررت اسفه ارجاء اللقاء مع الساده المرشحين ورجال الصحافه والاعلام والذي كان مقررا عقده مساء غد الموافق الثلاثاء، وحتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده. لا ده لا وقى الله مصر وشعبها شر الفتن وحفظها كل ده تعليق لقاء. ده مش تعليق، ده مش تعليق. لا ده تعليق ده عبارة عن تأجيل لقاء كان مقرر بين اللجنة وبين صحفيين ومرشحين الرئاسة تتكلم على الترتيبات حضرتك العالمية. وحتى تتهيأ الظروف اللقاء ده حضرتك قالوا جوه هيتوقفوا عن مقابلة المرشحين. ما هو ما يقابل المرشحين ليه؟ هو أصلا المفروض اللجنة اللجنة ما بتقابلش مرشحين، اللجنة بتعمل قرارات. ما فيش الإجراءات، إجراءات إيه؟ اللجنة بتعمل إيه؟ اللجنة اعتمدت المرشحين
وبتكمل اجراءاتها والادعيه بتتعرض عليها. وقف جميع اعمالها والاجراءات الخاصه بالاستعدادات للعمليه الانتخابيه المقرره في 23 و24 يناير. بعد واحد واحد جمله اهي. لا ما انا معلش ما انا وقف بس جميع اعمالها. هي لا تملك لانه ده في عرف القانون نقول عن اجراءات يعني انكار للعداله. هي لا تستطيع تفضل اسبوعين لا تستطيع هتعلق قد ايه؟ لا 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 هي كل العمليه في الغالب اصل دول قضاه وفاهمين هم بيعملوا ايه. ده اذا تم ده انقلاب. دي عمليه انقلابيه. على طول. انقلاب من مين؟ انقلاب من اللجنه. يبقى اللجنه بتقود عمليه انقلابيه لتعطيل نقل السلطه. فضل. انا ما اقدرش افهم اكتر. انا اقول لحضرتك انا ماشي مع نجاح بسرعه في نص دقيقه هي اللجنه لا تملك التعليق تملك الاستقاله. بالظبط. واذا كانت اتهمت بعدم الحياد وعايزه تعترض ليس امامها الا ان تستقيل وتتغير الصفات ويجي لنا رئيس محكمه دستوريه اخر لم يعينه حسن مبارك. واللجنه زعلانه ليه؟ اذا قيل ان اللجنه غير محايده ده وصف بيقال حتى للقضاء وهي لجنه اداريه. حضرتك فانا شخصيا بقول انها بهذه الصفات معينه اظن يتعذر عليها الاستمرار في مباشره اعمالها على عليها ان تستقيل مش تعلق تستقيل ويجي صفات اخرى هي لا تملك يعني تعليق اعمالها طب ازاي تعلق مصر كلها توقف مصر كلها عشان هي زعلانه يعني خلينا نتفق هو هي ست بتغضب انا عارف خلاص هو في حاجه اسمها كده ايه الكلام ده اللجنه مش عايزين نغلط دول قضاة لا مش قضاة انا اقول على مسؤوليه هنا اداريين هنا اداريين مش قضاة على مسؤوليه هنا لجنه اداريه مش قضاة في حاجه اسمها كده في بقى خلاف هي قضائيه ولا اداريه ناس بتقول انها لجنه قضائيه لا 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 نص اللي قرر وثقنا فيها والناس انتخبت وحطوا صفوف اللجنه يعني وانا هسعير التشجيع بس هتوزع فيه اللجنه بدت كزوج زعلان من ولاده طلق مراته يعني الحقيقه اللجنه زعلانه من اعضاء في الشعب تتفضل تتخذ الاجراءات القانونيه وتطلب رفع الحصانه اذا كان في اهانه ليها غير كده مش من حقها او تتنحى تستقيل لكن ليس ما فيش حد فيه ليس سأل هل يصح ان النواب في مجلس الشعب يهينوا الناس أيوة يهينوا القضاء عارف حضرتك صح ليه لا حضرتك الاهانه بقت فيها لا عنده حصانه عنده حصانه واخذ النائب لا يؤاخذ لا يؤاخذ ده امبارح ابو العز الحريري ماسكينه مقطعينه عشان لا يملكونا برضو كده لا يملكونا يعني اشمعنى الحصانه بقول لحضرتك لا يملكونا اللجنه البرلمان عنده حصانه كتير يا فندم يا فندم يقول اللجنه وفق الماده هم يزعلوا مع بعض كلجنه ومجلس دستوري هم اصحاب كانوا بيصوتوا وحصانه قرارات لكن مش محصنه ضد النقد لا على الاقل يعني فاذا كان أيوة في البرلمان او غيره مش في تطور تبلغ النيابه بقى ابلغ النيابه النيابه توقف الحصانه اللجنه مش ترفع الحصانه انا مالي مش حقها تتقمص ده العارف هو في حاجه اسمها كده دي اول مره اشوف حاجه كده بصراحه اول مره فانا نتمنى مش هشوف حياتي اشوف في العالم نتمنى يبقى تفسير الاستاذ نجاد انها يعني هي اجتماع وزعلان وعدته لكن الحقيقه لو تجاوزوا دكتوره احنا داخلين على توقف الاجراءات اهو حضرتك بيقول لك راحت فين قلت لك في الاول فوق يتعذر عليها الاستمرار يتعذر عليها الاستمرار في مباشره اعمالها على النحو الذي يرضيها ويحقق امال اهلنا المصريين يعني ما هي برضه في النهايه بتستقيل ولا ما هي لا تتعلق يا تمشي يا تستقيل يتبلغ النيابه ضد من يعني انا لكن اذا علقت اعمالها بغرض تعطيل الانتخابات كل واحد بيستقيل بيحل محله اخر طيب. بمقتضى قرار لا قصدي بمقتضى قرار يعني انا شخصيا اوعى تفتكر ما تقدرش هي زعلانه ان احنا بنقول عايزين لجنه محايده رئيس محكمه دستوريه هي بزعلانه يا مرموصة لا لا وده كلام انا ارجو انا المشهد ده يتم بسرعه لان عايز اقول لك على حاجه الانتخابات هتبتدي بعد ثلاث ايام في خارج مصر يوم 11 مايو بيتكلموا في ايه؟ لا ناس هتصوت هي اللجنه بس زعلانه شويه هيشرب فنكال ينسون وينبسط ويرجع يشتغل الصبح ولا تحديهم لو مشوا في القرار بشكر مشاهدينا شاركوني على الاس ام اس وفي تعليقات مهمه جدا هقولها لكم بكره وارجوكم تخليكم على تواصل معايا على فكره بعد البرنامج انا بقعد اشوف الرسائل وممكن ارد عليكم فقولوا لي رايكم في حكايه اللجنه قولوا لي رايكم في اللجنه وبعدين هفكركم بالكلمه هقولها لكم كل يوم الشعوب تستحق حكامها